السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الصبر والسلوان، الكرة العالية، البحث عن هدف، جول، فيأتي هدف المحمدي في الشامبيونشيب امامنا هو في الدوري، لكن وقف بشكل رائع، ولكن يسجل احمد المحمدي 90 وهدف الدولي الخامس. حلوة كرة، بص امامنا هو الراجل، جول جول عبد الله السعيد وصلاح، رأسية المحمدي، شوف بقى الفولو والمتابعة، احمد المحمدي لسه والحقيقة اللي عمل هذه الكرة، لمسة اليد واضحة على اليوندا تنزانيا، وايضا كان جه في مشوار واحدة لصلاح، مهارة تخلص، مهارة تحسم، مهارة هنا ومهارة، يول نيفر ووك الون يا محمد صلاح، لان مصر كل وتراز محمد صلاح حط المدافع مع الحارس في خط مستقيم، خلاص ما عملها متأخر، لأن محمد صلاح فخر مصر والعالم. هدف لمحمد صلاح في هذه اللقطة، ثم قمة الإبداع من النجم تريزيجيه، ثم مراوغة محمد صلاح، يأتي بها تريزيجيه يا ولد لمنتخبنا في الدقيقة 44. بص شوف المهارة، بص شوف نجم الريد وجمهورك.